اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم واحمد خليني ابدا مع حضراتكم، ابدا معاك بايمن اشرف النهارده. نعم. يا كريم، طب نبدا من بدايه المباراه، واكيد طبعا في بدايه المباراه يا كابتن اسلام اكتر حاجه لفتت نظرنا هو الهجمه اللي جه منها ركله الجزاء المنتخب المغربي، وعايزين هنا نحللها ونشوف دي واحده من الامور اللي انا كنت بتكلم عليها، يعني المشاكل البسيطه اللي احنا محتاجين نركز عليها برضو عشان ماتش الكاميرون. الهجمه دي بدايه المباراه في الدقيقه 3 بنشوف اشرف حكيمي اهو معانا في الصوره. اشرف حكيمي هو اللي استلم الكوره دي يا كابتن اسلام من نص ملعب المغرب. اشرف طبيعي احنا عارفين ان هو مع منتخب مغربي فعلا صانع العاب، مش مجرد فول باك ايمن او ظهير ايمن بيلعب على الدور الدفاعي، لا ده راجل بيشتغل على الشق الهجومي. الراجل عمل الوان تو وانطلق لنص ملعب منتخب مصر. نجيب الصوره اللي وراها ونشوف ان احنا هنا اشرف حكيمي خلاص تخلص من الرقابه وبدا يتجه بشكل مستقيم لنصف ملعب منتخب مصر. انا عايز اركز هنا على ايمن اشرف. ايمن اشرف كان متاخر بعيد تماما. انا هنا في اللعبه دي عايز اوضح، بس مش بدافع عن ايمن بكر، لكن عايز اقول ان هو فعلا عمل الدور بتاعه ممتاز جدا. المسافه اللي ما بينه وبين اشرف حكيمي كبيره جدا وما تخليهوش عنده المساحه انه يلحق، ولكن لما نبص ليه ايمن اشرف تواجد في نص الملعب عشان يغطي مع احمد فتوح اذا الجناح اللي بيلعب عليه او اشرف حكيمي عدى منه. ايمن اشرف بعيد، نجيب الصوره وراه، وهنا طبعا محمد النني خلاص اتضرب بالترقيصه اللي عملها اشرف. نشوف الصوره اللي وراها والمسافه اللي كانت ما بين اشرف حكيمي وايمن اشرف تقلصت لي خلاص بقى الاثنين مع بعض. ايمن اشرف عمل كل شيء في وجهه نظري ممتاز ما عدا حاجه واحده فقط، قرار التهور بان انا في الحته دي اعمل تاكلنج. ده قرار سيء وحماس زايد على اللزوم وتهور. ببساطه ايمن اشرف لو كان هنا فضل في اللعبه دي كتف بكتف مع اشرف حكيمي واجبره انه ياخد كورنر او الكوره تخبط فيه وتطلع اوت، كان هنا هيبقى عمل دوره الدفاعي بيرفكت. احنا طبعا طبيعي كلنا شايلنا ايمن اشرف مسؤوليه البنالتي وطبعا ده هو شايلها، ولكن لازم نبص على اللعبه كامله عشان فعلا ايمن انا في وجهه نظري عمل كل حاجه صح. كان في مسافه بعيده عنه، ما عملش الغلطه بتاعت انه يترقص بسهوله ان اشرف عدى، وكمان اشرف لعيب سريع للغايه ووصل معاه. كان لازم ايمن ياخد دايما من اللعبه دي درس ان انا مش في اي وقت استخدم التاكلينج. التاكلينج للاسف بوظ الصوره الكاملة الجيدة اللي هو كان عاملها من أول اللعبة. تمام. خش على نشرح الطريقة الدفاعية اللي بقول لحضرتك عليها يا كابتن إسلام، إيه اللي اتغير في طريقة لعب كروش، الطريقة أهم حاجة الأسلوب الدفاعي، التكتيك الدفاعي يا كريم. تعال بص على الدور اللي بيعمله مصطفى محمد واللي الناس بتنتقده، بس للأمانة هو بيقدم دور دفاعي مهم قوي. بص دايما بياخد المان اللي هو اللعيب الارتكاز، كان أخد جان ميشيل سري، هنا واخد سفيان مرابط، اللعيب اللي هو بيحضر الهجمة. هنا بص أدي النني وادي السليه وادي الارتكاز الثالث. بص برضو طريقه الضغط هنا فين، ده محمد صلاح وادي ايه عمر مرموش. المفروض ان مصطفى هو اللي بيضغط لو مهاجم، يعني هو المهاجم لا، مصطفى محمد هو راس الدايموند، راس الدايموند بتاع ثلاثي الارتكاز بتوعنا. بياخد دايما سفيان مرابط اللي هو بيحضر بيمنع بناء الهجمه للخصم، اهم دور دفاعي لمصطفى محمد. عشان كده كل الفرق اللي بتلعبنا بتعتمد على ايه، على التمريرات الطوليه، لان مصطفى محمد دايما زي ما احنا شايفين في الصور هو راس الدايموند، هو راس النني والسليه واللي وراهم مثلا كان في الماتش اللي فات كان حمدي فتحي، في الماتش ده برضو ايمن اشرف مثلا، فهو الراس المكمله بتاعتهم، راس الدايموند بيقرب من سفيان مرابط بحيث ان انت تمنع بناء الهجمه وبالتالي عمليه تحويل البناء الهجمه بتاع منتخب المغرب الى التمريرات الطوليه. تعال نكمل نشوف، ادي يا كابتن اسلام ال 4 4 2 في الشوط الاضافي مظبوط اتحولت ليه، ادي زيزو ناحيه اليمين اهو، زيزو ناحيه اليمين، مين على الشمال، تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد قدام، تريزيجيه كان هنا وادي زيزو وادي محمد صلاح وادي مصطفى محمد. تعال نشوف برضو الهات دور مصطفى محمد في الهدف الثاني. مصطفى محمد قوي جدا في الالتحامات والضغط، دور بدني رهيب، هو جاب لك الكره من كره ميته، من لعبه ميته، قدر يطلع مع مدافع المغرب ويلعبها في كره ميته خالص، لعبها لمين؟ لزيزو. هنا مصطفى نازل كمهاجم تاني جنب مصطفى محمد، جنب محمد صلاح، فمصطفى بيصلحها لزيزو، زيزو بينطلق بيلعبها لمين؟ لمحمد صلاح اللي هو بدا اللي هو كان في العمق وبدا يتحرك على الطرف. هنا بيروح ده اللي قلت عليه ان لعيبه المغرب خايفه من محمد صلاح باسمه،
والنهارده محمد صلاح قدم واحد ما من احسن مبارياته، 3-1، وبيعدي منهم مين اللي قاطع هناك بقى الناحيه الثانيه؟ تريزيجيه بيشاور له في المساحه اللي في ظهره واحد احسن مدافع في المغرب رومان سايس، بيتحرك تريزيجيه في ظهره عشان محمد صلاح، المدافعين كلهم عمالين بيرجعوا لورا بيرجعوا لورا، محمد صلاح بيتقدم عشان يعمل العرضيه ليه تريزيجيه عشان يسجل واحد من احلى اهداف منتخب مصر. فالجون ده بيبين لك الدور الدفاعي بتاع مصطفى محمد. يعني انا كمان لك بمناسبه احلى اهداف، الجون ده محمد صلاح عمل واحد في ليفربول وهو لما بيلعب مع ليفربول زي ده بالظبط اللي ساديو ماني وحطها، بس انا للاسف عشان الحقوق اللي عندي مش قادر ازيعه، لكن هو بالظبط يا كريم يا احمد بالظبط هو بيمينه كمان الاتقان ان هو بيلعب بشماله زي يمينه، بسم الله ما شاء الله. وكلهم خايفين ده مين ده المدافع ده اكرت ورومان سايس وسفيان مرابط، الثلاثه رايحين عليه ومحمد صلاح بيلعبها في ظهر رومان سايس، تريزيجيه بيسجل طبعا، تريزيجيه ربنا وفقه في الهدف يعني. كمان تمام كريم، واحده من النقط الاكيد اللي فادتنا يا كابتن اسلام ولازم نقولها، ان المنتخب المغربي بعد ما جاب الهدف المبكر في وجهه نظري ده كان ميزه للمنتخب المصري اكتر من هو ضرر او يعمل لنا احباط. ليه؟ لان المنتخب المغربي بعد الدقيقه 4 بعد ما جاب الهدف بدا الفريق عقليته تتحول للعقليه الدفاعيه اكتر من الهجوميه. مظبوط. نبص هنا من الدقيقه 5 الفريق المغربي بدا يطبق طريقه 4-1-4-1 في الدفاع، وبدا يعملوا زون ديفنس، خلاص محدش بيضغطك من نص ملعبك، للدرجه اللي تخلينا نبص على عمر كمال طاير وهناك كمان فتوح طاير، اثنين الفول باكس بتوع مصر طايرين، لو النتيجه 0-0 استحاله الاثنين دول يطيروا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نبص على الصوره اللي وراها هنلاقي ان المنتخب المصري بيتحرك بكامل اريحيه في نص ملعب المنتخب المغربي، بسبب ايه؟ بسبب تاني ان العقليه بتاعت منتخب المغرب تغيرت بعد الهدف المبكر. وهنا بقى نبص على كم المساحات الفاضيه في ظهر الرباعي اللي بيحاول يضغط، هما يا عيني مش عارفين يحلقوا ولا يضغطوا، وبالتالي بدانا نضربهم في نص الملعب، ودي غلطه كبيره وقع فيها المنتخب المغربي احنا استفدنا منها. طب نترجم بقى الشكل اللي انا بشرحه ده فين؟ في الصوره اللي وراها ونشوف ايمن اشرف برضو انا شايف انه قدم مباراه ممتازه جدا. مين ده اللي بينطلق وبيخترق الرباعي بتاع منتخب المغرب؟ ايمن اشرف. ايمن اشرف كان بيعمل دور رقم 8 اكتر من دور رقم 6، بيقدر يسحب نفسه من ورا الشبكه او الستاره اللي عاملها لعيبه المنتخب المغربي بشكل بصراحه ساذج جدا، وبيقدر يستلم الكوره. احمد حجازي كان ممتاز في اللعبه دي، قدر يلعب الباس الطولي وبين الخطوط بشكل مميز جدا 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 لايمن اشرف في مساحه كويسه، نتج عن اللعبه دي اول تسديده لينا على مرمى الحارس ياسين بونو اللي طبعا تعامل معاه بشكل جيد، ولكن انا في وجهه نظري واحد من العوامل اللي ساعدتنا ان احنا نقدر النهارده نتغلب على المغرب تكتيكيا داخل الملعب الهدف المبكر. الهدف المبكر اضر المغرب اكتر ما افادهم، وفادنا احنا اكتر ما ضرنا، انه شام من علينا الضغوطات، خلانا نلعب مرتاحين 86 دقيقه احنا بنهاجم المغرب، بنعمل عليهم كم هجمات من كل الجوانب، في الحين ان في وجهه نظري المنتخب المغربي لو كان بيلعب معانا والنتيجه 0-0 لغايه منتصف الشوط الثاني في وجهه نظري ما كانش ادائنا هيبقى بالجمال والحلاوه اللي احنا شفناها. تكمله لكلامك يا كريم، برضو انا شايف ان خروج سفيان بوفال كان تغييره غريبه جدا من مدرب منتخب بس ارهاق، هم خباكم ما فعلا تعبوا يعني، احنا لاعبين 120 دقيقه قبلهم. لا لا لا، هم كمان في الهدف لو خلي بالك رقم 8 اعتقد كان عمران، لا كان سايس تقريبا، هو في اللاعب اللي كان مع تريزيجيه فعلا ما قدرش يمد رجله على الكره العرضيه لان هو فعلا كان عنده شد. بس سفيان بوفال ده واحد من الناس اللي بتحرك الفرقه قدام، بيعمل خطوره جدا، كان عامل خطوره خاصه ان عمر كمال كان مرهق. طب فتغييرته وجهه نظري برضو ساعدت منتخب مصر. تعال نشوف بقى واحد من نجوم الماتش وصفقه الاهلي العائده النهارده، محمد عبد المنعم. لو نستعرض ارقامه قدم مباراه كابتن اسلام عظيمه، مكسب البطوله محمد عبد المنعم، مكسب مزبوط للنادي الاهلي للامانه، لعيب لو نستعرض ارقامه او نستعرض الحالات الاول بقى عندنا بتاعته بعد ما كان عندنا 5 لعيبه عندنا 6 بقى 6 ده منتخب مصر يعني. بس بص بسم الله ما شاء الله، اكثر لاعب قطع كرات النهارده في المباراه في الفرقتين 18 مره محمد عبد المنعم، شتت الكوره 4 مرات، منع تسديدات 3، تاكلنج صحيح 3، نسبه دقه التمريرات كام نسبتك؟ انا مش شايف
72% تبادلية 9 محاولات على المرمى 1 فدي هو طبعا ساعه الجون. بس انت ركز بقى ان هو اكثر من قطع الكرات 18 مره يعني تمام. والماتش اللي فات هو تاني اكتر لاعب قطع للكرات بعد احمد ابو الفتوح. دوره مهم جدا سواء في الالعاب الهواء. انت النهارده على فكره برضو كروش واضح في الماتشات يا كريم ان هو بيستغل الضربات الركنيه بشكل كويس قوي. يعني الماتش السودان جبنا جول من ضربه ركنيه، الماتش ده برضو محمد عبد المنعم اللعبه اللي اتلعبت. ترجع كده يا استاذ سمير في الصوره اللي قبلها، بص محمد عبد المنعم واقف فين واتلعبت له متحفظه ان احنا هنلعب الكوره عند دايره منطقه الجزاء. محمد عبد المنعم مصطفى محمد بيقطع عشان متوقعين ان هو اللي هتتلعب له، هو حجازي راح محمد عبد المنعم بيقطع بتيجي طبعا خبرات محمد صلاح واقف بيتسحب عامل زي بيتسحب سرق المدافعين بذكاء وتابع الكوره بفينش رهيب جدا خبرات لعيب كبير جدا. هات الصوره اللي بعدها بقى وشوف الجامبنج اللي عامله. حاسبين احنا الكره جميله جدا لمحمد عبد المنعم برده واحد من احسن المكاسب البطوله. يعني هات الصوره اللي بعدها يا استاذ سمير، بص محمد عبد المنعم بيستخلص كره من وسط المدافعين مسته في الالتحامات الهوائيه هايل. مدافع متكامل، اولا بيبني الهجمه من تحت وكورته حلوه، ثانيا لعيب راجل ومقاتل عنده شخصيه النادي الاهلي، لعيب عنده شخصيه بطل. الحاجة التانية في الالتحامات والحاجات دي والاستخلاصات، ولعيب دولي بتحطه تحت ضغط. النهاردة بتختبره في ماتش كوت ديفوار بتلاقيه بيخرج بواحد من نجوم الماتش، النهاردة بتختبره في ماتش المغرب في دور الثمانية بتلاقيه واحد أكتر لاعب قطع الكرات. فده مكسب كبير جدا لدفاع النادي الأهلي والمنتخب مصر. تعالى بقى بعد كده ليه محمد النني. محمد النني برضو واحد من الناس اللي هي الجندي المجهول للامانه، والناس دايما بتعرضه، عمل ماتش رائع النهارده، دايما واخد هو الحته اللي في ظهر عمر كمال كريم، دايما هو قافلها. فالحته دي الدور انا بصراحه كنت قلقان ان النني هيلعب مكان حمدي فتحي في الحته اللي هي ستة، بس النني النهارده قدم مباراه هايله على مستوى استخلاص الكرات ودايما مقرب الخطوط، وكمان اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في الماتش واكتر لاعب عامل تمريرات. النني كورته حلوه، لعيب برضو واحده من الاستخلاصات كان بيلعب بروح هايله جدا 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 مع عبد المنعم والنني. في لعيب تاني ما ينفعش ما نديلوش حقه، احنا في قناه الاهلي، بس احمد ابو الفتوح للامانه باك شمال عصري. احمد ابو الفتوح من مسافه اهي، بص الكوره دي اولا لعب على نيكولاس بيبي يا كابتن اسلام في الماتش اللي فات. لا 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 لعيب جامد جدا بصراحه، لعبها لعب على نيكولاس بيبي. احنا كنا مقلقين ان قدرات احمد ابو الفتوح الدفاعيه بالظبط مش حلوه، كلنا كنا بنقول ايمن اشرف اللي يلعب النهارده. احمد ابو الفتوح بيلعب على قدام كوت ديفوار بيقفل جبهه نيكولاس بيبي في جبهه اشرف حكيمي بيقفل الجبهه دي. كوره بص المسافه كانت قد ايه كريم ولحق لا والحاجة يرجع كده بس بعدين كالو كوبري حلو قوي يعني معلش بص يا كابتن اسلام كالو كوبري عالمي يعني زهقه زهقه يعني انت بتلعب على احسن باكي. بص الكوره دي فين عشان يلحقها، المسافه قد ايه 8 متر وبيجري عليها. بص الروح والجرينتا، يعني بص الروح والجرينتا. النهارده بيلعب على احسن باكي مين في العالم؟ اشرف حكيمي بيتفوق عليه، بيلعب على نيكولاس بيبي اللي بيلعب في الارسنال الانجليزي بيتفوق عليه. للامانه واحد من مكاسب البطوله احمد فتوح ومحمد عبد المنعم، الاثنين بصراحه شباب واعد وهايل واكثر من ممتاز. كمل يا كريم. بس اخيرا احنا في دي اخر حاجه عندنا؟ بالظبط اخر حاجه معانا في الهدف الثاني. انا بس هضيف على اللي قاله احمد بعض النقاط. فعلا محمد صلاح واحد من اللاعبين اللي بيعملوا حاجات معينه ما حدش ينفع يعملها غير محمد صلاح. بكل امانه. نعم. ببساطه اللعبه دي بادئه من قدام منطقه جزاء المنتخب المغربي، واحنا في موقف هنا واحد على واحد. اي حد بيتكلم تحليل كوره هيقول لك ان طبيعي ان المدافع اكتر حاجه هيعملها انه بعد ما يحل على محمد صلاح هيخش يضغط عليه وياخد منه الكوره او يعمل فاول عشان يمنعه من الانطلاق بشكل فيه عمق تجاه المرمى. وقف ثبت. بالظبط. لكن فعلا هنا ليه المدافع المغربي ما ضغطش على محمد صلاح؟ بسبب اسم محمد صلاح، ما فيش اي حاجه ثانيه. انا اسف، ما فيش تاكتكس، ما فيش اي جمله متحفظه، ما فيش اي حاجه، هو ببساطه اسم محمد صلاح اللي خلاه يوصل من خارج منطقه الجزاء لغايه هنا هو ومعاه ثلاث لعيبه كلهم مش قادرين ياخدوا قرار الضغط عليه عشان لاستخلاص الكره بسبب اسم محمد صلاح والخوف من هم يرتكبوا ركله جزاء او يتسببوا فاول، ان محمد صلاح ممكن في لحظه هوب يرقصك ويعدي منك بس. لكن لو لاعب تاني غير محمد صلاح اكيد 100% المدافع هيبقى عنده الجراه وان القرار انه يضغط ويعمل اي حاجه يقدر يستخلص بيها الكره. ببساطه الكره دي رد على اي حد بيقول يا جماعه محمد صلاح ما مش مفيد للمنتخب زي ليفربول. السؤال ده بتساله كتير على السوشيال ميديا، ليه محمد صلاح بنشوف مستواه مع ليفربول غير مستواه مع منتخب مصر؟ لا، محمد صلاح فعلا له
يعني بصمه كبيره جدا 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 في كل هجمات منتخب مصر. ويكفي ان انا اقول ان محمد صلاح في اخر 14 هدف للمنتخب المصري هو له يد فيها سواء بالاحراز او بالصناعه. جاب جون صنع هدف، محاولات على المرمى 3، محاولات صحيحه ده في المباراه طبعا. اكثر لاعب صنع فرص لزملائه 5، دقه تمريراته 72%. لاعب عالمي بكل ما تعنيه الكلمه. اكتر لاعب صنع فرص في ماتش المغرب وفي ماتش كوت ديفوار. في ماتش المغرب صنع 5 فرص، في ماتش كوت ديفوار صنع 7. ما هو ده المهم بالنسبه لي، ان انا في مثل هذه المباريات اللي هي النوك اوت الاقي محمد صلاح. طب الحقيقه يعني اللعيب الكبير بيظهر في الماتشات الكبيره. الحقيقه المنتخب الكبير يظهر دائما في البطولات وفي المباريات الكبيره، وده اللي احنا شفناه مع منتخبنا الوطني النهارده. الف الف مبروك الحقيقه لمنتخبنا الوطني. زي ما قلت لحضراتكم انا بشكرك جدا يا كريم، والف مبروك. شكرا جزيلا محمد، والف مبروك. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله خلال الفتره القادمه، بكره ان شاء الله اجازه او مش اجازه، يعني مش هنكون موجودين مع حضراتكم، وان شاء الله نبدا مع حضراتكم من يوم الثلاثاء بعد بكره حلقة أو أولى الحلقات الخاصة بالأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال كالعادة وكعادة قناة النادي الأهلي بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل كل الأحداث التي تحدث مع بعثة النادي الأهلي في الإمارات. كل الكواليس اللي حضراتكم دايما بتتفرجوا عليها تتفرجوا عليها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. هنبدأ في إذاعتها إن شاء الله، واللي مش هتجدوا هذه الكواليس اللي عندنا هنا فقط لانها حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي ابتداء من يوم الثلاثاء الساعه 10 بالليل هنبدا اولى حلقات الاهلي في المونديال. بس كده لا، احنا طول النهار من الساعه 10 الصبح او من وقت الفطار فريق النادي الاهلي طول النهار بنكون مع حضراتكم برساله دائمه، ايه اللي بيحصل طوال النهار في كل برامجنا ابتداء من يوم الثلاثاء. كل برامجنا هتكون مع النادي الاهلي طبعا، منتخبنا الوطني ووصولنا للدور قبل النهائي والكلام ده كله طبعا بياخد تقريبا 70-80% من وقت البرنامج، ولكن الاهلي في المونديال ان شاء الله يعود اليكم من جديد ابتداء ان شاء الله من يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 10 وشكل جديد الحقيقه وكواليس جديده جدا وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله تكون بداية جيدة المباراة القادمة يوم الخميس القادم. وزي ما قلت لحضراتكم هناخد بالنا من 3 حاجات، تحكيم زي ما كريم قال، والمساحات زي ما برضو ما كل الناس الحقيقة مش كريم بس كل الناس بتتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله، لأنه احنا سامعين شوية حاجات كده هنخليها لغاية بعد بكرة نتكلم فيها أكتر وأكتر. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الثلاثاء وأولى حلقات برنامج الأهلي في المونديال. ما تنسوش بكرة تغطية حصرية وحية ومباشرة من شاشة قناة النادي الأهلي لوصول بعثة النادي الأهلي لمطار القاهرة الدولي، وإن شاء الله في مطار أبو ظبي ووصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي من خلال شاشتكم دائما شاشة قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله يوم الثلاثاء وأولى حلقات الأهلي في المونديال.